لم يسلم أي تجمع في الأغوار الشمالية من حملة الأخطارات الممنهجة التي تقودها حكومة الاحتلال، وتصاعدت حدتها مؤخرا تحت حجج وذرائع واهية. فهذه المرة طالت خربة يرزا إلى الشرق من طوباس، إذ أخطرت ما تسمى سلطة الآثار الإسرائيلية منشأة سكنية بزعم وقف تدمير الآثار. الإخطار المكتوب حسب ما هو مكتوب فيه وقف تدمير آثار. هذا البيت اللي أعطى فيه إخطار مبني قبل احتلال الضفة الغربية قبل 67، يعني كان بيت قديم تم تحديثه فيما بعد، وأخذنا رخصة برضو من الإدارة والتنظيم الإسرائيلي في 75 أو في 76، يعني البيت قانونيا مرخص. في إنه وين في مواطن وين في مزارع موجود في هاي المناطق في يرزة في الأغوار لازم نقتلعه من جذوره، نستخدم كل الوسائل، مرة في حجة الآثار، مرة أنت فايت منطقة محميات طبيعية، مرة بقول لك أنت منطقة عسكرية مغلقة، فيش إشي واضح عندهم. أكبر من عمر الاحتلال، يبلغ عمر هذا المسكن الذي لم يحدد مصيره بعد جراء إخطاره. شيده الحاج نعيم مسعيد منذ عشرات السنوات ليأويه ويأوي أبنائه وأحفاده على مر السنين. أنا بقول لهم أنا داري مرخصة، وصار لي قاعد سنين هون 80 سنة 100 سنة 80 سنة، أبوي قاعد 80 سنة اللي دعته. هم بيحاولوا بدهم يفضوا المنطقة، هسا بيجوا بيعطوا اختارات بهدوا، هدوا العام إنا أول العام والعام وكذا بهدوا. أما الدار هاي اللي من جوا 4 غرف، هي الخارطة 4 غرف، الرخصة 4 غرف، ما بلشوا فيها الآن، ما ندري شو بصير. هسا ودونا اختار هذاك اليوم. تتحالف كافة مؤسسات الاحتلال بمسمياتها المختلفة ضد شعبنا لخلق بيئة طاردة تصب لصالح إنهاء الوجود الفلسطيني في الأغوار وبسط السيطرة عليها. استمرار هذا النهج العنصري بحق أبناء شعبنا في كافة قرى وتجمعات الأغوار ينم عن سياسة احتلالية ممنهجة تصب لصالح نهب الأرض وتفريغها من أصحابها الشرعيين. من خربة يرزا إلى الشرق من طوباس، مي المصري، تلفزيون فلسطين.